وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. نرحب بك في نشرة الثامنة دكتور مصطفى. ما هي أبرز جهودكم لتنفيذ توجيه جلالة الملك المعظم بشأن إرسال مساعدات عاجلة لضحايا الفيضانات والسيول في ليبيا؟ مرحبا وشكرا على الاستضافة. مثل ما ذكرتوا، متابعة للتوجيهات سيدي جلالة الملك بقيادة سمو الشيخ ناصر بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لضحايا الفيضانات والسيول الأشقة في ليبيا، المؤسسة الملكية تقوم الآن بترتيب شحنة مساعدات إغاثية عاجلة حسب النظام اللي عندنا في المؤسسة، بالتعاون مع الوزارات والمسؤولين، وزارة خارجية ووزارة الصحة، والكل متعاون معنا والحمد لله. وبدينا من اللحظات الأولى من رؤية وسماع هذا الحدث المؤلم جدا، وآخر إحصائيات حسب زملائنا من الموقع أكثر من 10,000 شخص يعني فقدوا حياتهم، وغير قرى انجرفت إلى البحر، وظروف جدا جدا صعبة. وإحنا على أتم الاستعداد حسب توجيهات جلالة الملك ومؤازرة طبعا سمو ولي العهد، ولا يمكن المؤسسة تتحرك بهالقوة النجاح لولا دعم القيادة معنا. فنقوم كل الإجراءات الآن، واتصلنا مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لفتح يعني قناة لتوصيل موادنا لأكثر جهة محتاجة ومضررة، وإحنا ماشيين في هالعمل. وطبعا الله يرحم الموتى يخفف من آلام وجروح الآخرين، والبحرين بقيادة جلالة الملك دائما توقف مع الأشقاء في هالظروف، وعندنا الاستعداد لتقديم الخدمة المناسبة في هالحالات. نعم، سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، شكرا جزيلا لك.